السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا لاباس، تكونوا بخير وعلى خير. معكم حسنا من قناه حسنا بيوتي اند هوم من مدينه خنيفره. مرحبا والف مرحبا باي واحد كيشوف قناتي لاول مره. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التقضيه ديال الشهر ومنين كنتقضى. بالنسبه للبنات اللي ديما كيسولوني منين كتقضاي، انا كنتقضى من الهري ديال يوسف اللي كاين في زنقه بعلي وحماد، معروف كاين تما. راه ديجا في كاع الفيديوهات ديالي ديال التقضيه تما مش كنتقضى، كيدير اثمنه جد جد مناسبه، وصراحه السلعه ديالو زعما ما عمري ما لقيت فيها شي مشكل. وبالنسبه للتقضيه غادي نشارك معكم بالتفصيل، وكيف ما متعودين معايا انا كل شهر ماشي كنشري كل شيء. مثلا كنشري بيدو ديال الزيت ديال 10 لتر، يقدر يدوز ليا حتى ل 4 شهور. كنشري باكيه ديال السكر فيها 5 الحبات، تقدر دوز ليا حتى 3 شهور. يعني دائما كنعتمد على الحاجه الكبيره وكدوز ليا مده طويله، وكنعاود نشري حوايج وحدين اخرين، يعني مسائل وحده اخرى بحال الفرماج بحال. يعني كل شهر التقضيه ديالي كتختلف. هذا كاجابه بالنسبه للبنات اللي ملي كيشوفوا التقضيه ديالي كيقولوا لي فين هو الحمص، فين هي اللوبيا، فين هي هذه، وهي راه كتكون ديجا واخده من الشهر اللي فات. يعني هذا هو السيستم باش انا كنمشي. وطبعا كل واحد كيتقضى على حسب هو الميزانيه ديالو، على حسب كيفاش كيشوف المنظور ديالو. المهم خليكم مع التقضيه. وهذه هي التقضيه ديالي البنات كما كتشوفوا معايا، يعني فيها تقريبا كلشي داكشي اللي كنحتاج. ولكن غادي تلاحظوا ان ما كاينش السكر، ما كاينش سنيده مثلا، ما كاينش القهوه نسكافي، شي حوايج اللي هما اساسيين. ولكن كما شرحت لكم انا ديجا كاينين عندي، يعني كنتقضى الحاجه الكبيره اللي كدوز ليا 3 شهور 4 شهور. المهم البنات غادي ندوزو للاثمنه كما قلت لكم. وبالنسبه لهكايا ملي كتكونوا ان عندكم الاساسيات اللي هما شي حاجه ركائز ديال الكوزينه، كضطروا انكم تاخذوا الحوايج اللي هما ثانويين، يعني الحوايج ديال كما كنقولوا باش نفشوا وليداتنا، باش نديروا شليضات، باش نديروا حليوات، باش نديروا. المهم باش ما نطولش عليكم الهضره، غادي ندوزو لاول حاجه. اول حاجه البنات اللي فعلا قلتها لواحد مرت خالي سميره، كوكو، قلت لها على هاد الخنشه ديال الفينو كما كتشوفوا، هذيك راه هذيك البنات ديال 25 كيلو. شحال باش خديتها؟ خديتها ب 100 درهم. قالت لي مستحيل هي ما كتلقاش بهذا الثمن، هذه ما كتلقاها ب 2600. انا واحد المره خديتها ب 2800 ولا 3000 ريال. المهم انا خديتها ب 100 درهم، يعني راه ميزه باش انك واخا تكوني انت من النوع اللي كيستعمل البان كومبلي، يعني الخبز الكامل بنخالته وهذه، ولكن ما كيخصش اننا كنحتاجوا الفورس فليك في الحلويات في المسمن في بزاف ديال الحوايج. تاخذي هذه ديال 25 كيلو كتبقى اقتصاديه. نزيدكم واحد الملاحظه بالنسبه للبنات اللي عندهم كونجيلاتور كبير بحالي انا، راه كتقدري تخبعيه فيه حتى في الصيف، كتخبعي القياس ديالك اللي ما بغيتيش، وملي كتجبديه كتخليه غير يدفى، يعني كتحيد منه ديك البروده واحد ساعه ولا ساعتين باش ما كيبقاش يتقطع. المهم كما قلت لك باش ما نطولش عليكم الهضره، هذه 25 كيلو 100 درهم. كما كتشوفوا في الفينو خديت هاد لامارك ديال كاطو فيها 10 كيلو، خديتها ب 1060 ريال. صراحه زوينه غزاله، قال هذاك غيانا دير. وخديت هاد الباكيه، كنت انا صراحه بغيت ناخذ هكا غير 2 كيلو ديال السميده، لانني انا ما كنخدمش بزاف زعما بالسميده، كندير الحرشه والبغرير. هكا الا درت البغرير جوج مرات والحرشه جوج مرات في الشهر، يعني ماشي مدمنه حرشه وبغرير. ولكن ملي كندير الحرشه ديالي كندير فيها المقادير تقريبا ديال نص كيلو، كنت باغا ناخذ 2 كيلو. ولكن قال لي هاد الخنشه هادي فيها 3 كيلو، خديتها ب 360. لا مارك مزيه، يعني مسدود عليها، نقيه، ما فيها حتى شي حاجه اللي زعما اللي غادي تدوز عليها شي حاجه ولا، وعجبتني. يعني 3 كيلو ب 360 في خنيشه مخيره. حاجه واحده اخرى البنات، كما كتشوفوا الزيت اللي البنات كانوا كيضحكوا كيقولوا لي كيفاش ان هذا الزيت غادي يطيح، كيفاش ان هذا الزيت ما خديتيهاش داك الشهر اللي فات. خديت هذا الزيت البنات من الشهر اللي قبل من هذا اللي فات، يعني ماشي في راس العام كما كنقولوا، لا، في البدايه ديال شهر 11. وهانتوما كتشوفوا مازال عندي فيها الخير والبركه. ونزيدكم انا عمرت الفريتوز ديالي خويتها وصلتها وعمرتها، وعمرت القريعه اللي كنكون حاطه حدايا يعني فاش كنبغي نطيب. وهادشي تبارك الله راه غادي يدوز ليا الشهر كامل مخير. وهادي كنت خديت 10 لتر بشي 1900 ريال. بالنسبه لهاد السته هادي خديت 3 ديال الباكيات. صراحه اول مره نستعمل هادو ديال الروز، ولكن قالوا لي بلي تنصحني بهم حتى مول الهري، قال لي هما صحيين اكثر. في كارفور كيديروا 6 دراهم يمكن الحبه، وهو يمكن حسبهم لي واش 4 دراهم ولا ما عقلتش بالضبط بصراحه. صراحه غير سمحوا لي ما بقيتش عاقله. خديت هاد الفرماج هذا ديال ساندويتش فيه 24 حبه 320 ريال. بالنسبه للشكلاط صراحه ما خديتش نوتيلا، بيني وبينكم اللي كنشري كيستهلكوه ولادي بواحد الشكل غريب جدا، عرفتي راه ما كدوزش ليش القرعه، وماشي زعما ما بغيتش نشري لحقاش باش ما ياكلوش ولا زعما لحقاش غيضيعوه لي، لا، غير قلت مادام ان يعني يلاه طحنا زويته بلديه هكا يبدلوا شي شويه باش هذا ما يديوهاش فيه بزاف، ويحاولوا انهم يستغلوا زويته بلديه، بيض بلدي، يعني هكا كل شهر يحاولوا يركزوا على واحد الحاجه اكثر. وخذيت بالنسبه للبنات اللي قالوا لي خذي الشكلاط كالا، خديت هذا. المهم واحد ب 400
440 واحد 360 هذا. خديت هاد لاموطارد، انا كنحتاجها، انا ما كتعجبنيش مع الفريت ولا شي حاجه، ما كتعجبنيش، كتعجبني هكا نشرمل بها لدان ديال الشاورما اولا ديال الطاكوس اولا نشرمل بها الدجاج بصفه عامه. وهاد القريعه هذه تبارك الله راه كبيره، فيها 290 غرام. شحال باش خديتها من الهري؟ خديتها ب 10 دراهم صراحه والله الا الهري لا مخيه. واحد الملاحظه البنات بالنسبه للسباكيتي، انا غير حطيت هذه هنا باش نشرح لكم واحد القضيه. مثلا داك الشهر اللي فات بقات ليا، ما خديتش دابا سباكيتي نهائيا، هذه بقات لي غير من الشهر اللي فات. خديت لي بات هانتوما كما كتشوفوا، لانني كنحتاجو، كيعجبني هذا النوع، هذا كيجي شي شويه خفيف، هذاك اللي كيكون مروري كيجيني شويه ثقيل. كنقطع البنات لان ولدي ما خلانيش نصور. بالنسبه لي بات المهم راه 10 درهم دايره في الهريال. بالنسبه لهاد الزبده لذا خديتها مصوبه واحد لابات فوتي، صراحه شفتها عند قناه ويد مريم مع مريم وعجبتني. كدير غير الطحين يعني الفورص وكتحك هذه في الحكاكه وكتعجن بالماء بارد، كدير فيها يمكن الخل وكتعجن بالماء بارد، غير كتجمع ديك العجينه وكتصوبيها صافي، ما كتحتاج لا توريق لا حتى شي حاجه. المهم غادي نشارك معكم نقول لكم كيفاش جات. خديت وحده، خديت هذه الباكيه ديال الخميره، انا ديجا عندي وحده يعني جوج باكيات راهم كافيني وشاطين. خديت وحده من هادو ديال ليليا حسبها ليا ب 10 دراهم. وطبعا العدس انا كناخذ يعني كان عندي قبل راك شفتوه معايا، انا خديت دابا هنا نص كيلو، كل وحده كتاخذ على حسب الاحتياجات اللي كتكفاها هي في دارها. مثلا انا العدس عندي هاد نص كيلو وراه كافيني الشهر، اللي درت العدس جوج مرات ودرت اللوبيه مره ولا جوج حتى هي كافيه وشايطه، خصوصا انني يعني بقات عندي الجلبانه من الشهر اللي فات وزدت دابا الفول، يعني ضروري في هاد البرد هذا كنبغيو ندخلو شي شويه القطنيه في التغذيه ديالنا. غتشوفوا معايا البنات هاد كنور ما تقلقوا ما تغضبوا. المهم هاد كنور البكري هذا كنشريه، كيعجبني هكا في الدجاج محمر ولا رفيسه، واخا الدجاج محمر رفيسه ما كيداروش بالبكري، ولكن كنصحكم داك كنور ديال الدجاج صراحه ما كيعجبنيش. وهذا ديال الحوت البنات جربوه، دابا نديرو معكم زيد النور كاين عندي في واحد القناه حتى النار كنخربق في القناه في واحد الفيديو قديم، واحد البسطيله بالدجاج وكتجيب لوغو ديال الحوت واعره البنات واقتصاديه. المهم غتشوفوا معايا هادشي ديال الطون والذره، ما تخلعوا ما دهشوا، راه بالنسبه لاي ام عندها زعما ثلاثه ديال الوليدات وهذا بالنسبه لها خمسه د الحكاك ديال الذره راه لا شيء، يعني كتحتاجي هكا شليضات. انا كتعجبنيش الهضره اللي فيها المايس كنحمق عليها. بالنسبه يعني لهاد الحكاك هادو ديال الطون واخا كل واحد شنو كيسميهم، عندي 10 وديجا عندي واحد جوج وحدين اخرين، ولكن بصراحه راه كنحتاجهم، كنحتاجهم في البيتزات، كنحتاجهم بزاف ديال المملحات، يعني ما كاينلاش مادام انني كنحتاجهم ماشي مشكل، حتى الا بقاو راه ما كيخسروش، راه يبقاو في البلاكار. وهكا كنحتاجهم، ما تبقاش كل مره سير الحانوت وجيب لي واحد الحك، جيب لي واحد هادي، جيب لي، واخا الثمن تقريبا بحال هاد الفرماج اللي كتشوفوا البنات. صراحه هذا خديته من كارفور، خديته ب 43 درهم. كنحاول انا نستغل ديك البرونسيو اللي كيكون هذا ب 43، هذا ب 44، هذا المهم بحال هاد القياس هادو، وفيها 64 حبه. هاد جوج هادو خديتهم من كارفور. هاد المايونيز هادي ديال لوسيور صراحه بنينه، جربتها مرارا وتكرارا صراحه. هذا خديته من كارفور ب 26 درهم، وبصراحه بصراحه البنات حاولت انني ما نبقاش نشريه ونبقى نصاوبو في الدار. جربت لي بالمايونيز، لي بالبيض، لي بالبطاطا، لي بالحليب، لي بهذا، صراحه ما كيجيوني ماشي عمليين وما تيعجبونيش، وملي كنكون كناكل فيهم سبحان الله العظيم ما كنكونش مرتاحه. واخا دابا هادو عارفهم راه مصاوبين بالمواد الحافظه والبيض هادو، ولكن الحاجه انا فيها واحد الفوبيا ديال انني اي حاجه في الدار كتكون مصاوبه بالبيض، سواء كريم سواء اي حاجه، سبحان الله ما كتبغيش تدوز ليا، كنعيا نحاول ولكن ما كتبغيش تدوز ليا. بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش المايونيز هكا ما ياخذوهش. بالنسبه لهذا الخبز هذا كيعجبني ديما ناخذو، كيدير في كارفور اولا في المهم في مرجان هذا كيدير لبيم، كيدير تقريبا 6 دراهم، كيعجبني كنرميه هكا في الكونجيلاتور ما كيطرالو حتى شي حاجه، ملي كتبغيه كتجبديه دغيا دغيا كيطلق. المهم دابا خديت غير جوج، ولكن صراحه كيعجبني ناخذ منه كثره، غير هو ما كنبغيش واخا راه في الكونجيلاتور يعني كتحبس الصلاحيه ديالو، ولكن كنحاول انني كل مره ملي كنكون غادا كنشري. عندكم هادو البنات ساشيات ديال الفاني، والخمارات راني واخداهم بالكيلو كما هذاك الهري عرفتوا، راه عنده كريم باتيسير، عنده مايزينا، عنده نيدو، عنده اي حاجه بالعبار صراحه كلشي كاين. هذا البنات جبلي، شكون اللي بحال، شكون اللي بحالي كتحمق على جبلي ولا الجبن، كنموت عليه البنات كيحمقني حتى هو. ما تحاولوش انكم تاخذوا منه بزاف لان دغيا كيتبيري، ما بحال ما تاخذي بزاف د الحكاك كيكون عندهم نفس العضات ودغيا كيتبيري، ما كناخذ واحد وعاوتاني كدوز واحد المده ونعاود ناخذ واحد. المهم واحد ينوع هكا في الفطور ديالو. بالنسبه لهذا الشيء اللي كتشوفوا هنايا، هذه الدره البنات كيعجبني نصاوبها هكا لوليداتي، هذه غير 5 درهم، شوفوا تبارك الله شحال فيها. هادو دوك لي بيبي شوكولا نتوما، يمكن كان قال لي ما خديتهمش من داك الهري لان ما عندوش هادشي ديال الشوكولاط، خديتهم من عند زنق طويران، من داك اسماعيل اللي كيبيع التمر وهذا. هذا قال لي يمكن شي 70 درهم الكيلو، انا خديت غير 4. هنايا
المهم خديت هنا شويه الكركاع، شويه اللوز، شويه ديال هنا، شويه الفيرميسي ديال الشوكولات. هذا البنات اللي كتشوفوا هذا العسل الحر يا البنات، يا سلام. هادو اللي كتشوفوا هنا ما عرفتش هادو راه ماشي، هذا ماشي كوكا وميريندينا، لا هذاك عسل. شوفوا البنات كي داير عسل الحر على حقو طريقو. الا بالنسبه للبنات خنيفره اللي بغاو شي عسل، يا سلام قولوا لي ونخلي لكم الرقم ديال السيد ثقه وعلى حسابي، وشي حاجه مضمونه مليار في المية. واعر واعر، شوفوا كي داير كيحمق والله البنات. الا فاش كنت مريضه ما خليت ما درت ديك التخليطات الدوايات السيرو، تبعتو غير شي نقول لكم شي 4 ايام ولا 5 ايام هكا مع العسل مع الحليب رحمه. وصافي البنات هكا غادي يكون سال الفيديو ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. انا كيعجبني ندير لكم هاد الفيديوهات هادو لان بزاف البنات كيطلبوهم مني، وتيقولك اصلا بعدا حتى اللائحه ديال التقضيه راه ما كنعرفوش نصاوبوها. يعني هكا كنفكركم بالحوايج اللي بغيتو، كنقول لكم ها منين تاخذوا هذه، ها منين تاخذوا هذه. فانا براسي راه حدايا كارفور وبين بعيد عليا والهريسه هو بعيد عليا، ولكن كاين شي حوايج كناخذو من هنا شي حوايج كناخذو من هنا. بحال دابا المنظفات اولا داك الصابون اللي كيدي اليدين كناخذو من 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 بيم. كاين شي حوايج يعني زوينين في بيم، ولكن كاين شي حوايج زوينين عاوتاني في كارفور. بحال دابا الفرماج هذا ديال هكا الفرماج ديال الماكله ديال لافاش كيري ولا من هاد الانواع لا هولونداز ولا، كناخذهم دائما من كارفور. مايونيز لاصوص الجيريان شي حوايج كناخذهم من كارفور، وشي حوايج هاد الحوايج الاخرين ضروري من الهري، لان بصراحه كتقام عليا التقضيه اقتصاديه. بالنسبه للبنات اللي غادي تسولنا التقضيه تقريبا كاين حتى التمر البنات ما وريتوش لكم، المهم حيت كما كتعرفوا انا التمر كنجيبو وكنغسلو. هذا كيقول لي السكري ولا السكري ولا ما عرف. المهم انا خديت كيلو، كيلو كناخذو ب 40 درهم. المهم هادشي اللي خديت اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي، ما تنساونيش من اللايك ديالكم والبارطاج ولي كومونتير زوينه ديالكم. باي باي.